صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل. عندنا النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات لذيذه جدا. هنعمل وصفه الفراخ بالسويت اند تشيلي مع الخضار اللي هناكلها مع رز بسمتي. دي من الوصفات الحلوه قوي قوي بالذات في الصيف، يعني من الحاجات الجميله جدا. ممكن اكل جنبيها كمان سبرينج رولز خضار، بس انا عشان عملته كذا مره بس انا بقول لكم يعني اعملوا جنبيه سبرينج رولز خضار هيبقى حلو قوي. النهارده هنعمل جنبيه كرات البطاطس المقليه ومشروب مانجا معمول كده بطريقه حلوه قوي. خلاص المانجا ابتدت تظهر فابتدينا بقى نشوف هنعمل بيها حاجات كتيره قوي. تعالوا نشوف اول حاجه مقادير وصفه الفراخ اللي بالسويت اند تشيلي عباره عن ايه. هنا عندي شرايح فراخ متقطعه ستريبس او ان احنا نقطعها مكعبات، يعني كل واحد على حسب ما هو حابب يشوف عايزها ازاي. عندنا كمان مكعبات فلفل الوان بنقطعها كاريه اللي هو المربع الكبير شويه، وعندنا نشا، عندنا مكعبات من البصل الابيض وممكن كمان نزود معاه احمر، عندنا بصل اخضر شرايح، عندنا سويت اند تشيلي وسويت اند ساور صوص، وممكن ان احنا نستغنى عن سويت اند ساور ونخلينا في السويت اند تشيلي بس اللي هو الازازه بتاعته كده بتبقى الصوص بتاعها فاتح وبيبقى فيها زي حبوب الفلفل. خلاص عندنا كمان صويا صوص وبودره ثوم وملح وفلفل اسود وزيت للقلي. بجد بجد الوصفه دي من الوصفات الجميله جدا جدا، بتتقدم مع رز بسمتي بتبقى خفيفه وحلوه. وعلى فكره هي مش سبايسي قوي السويت اند تشيلي عشان الحراق مع المسكر، فمش هيبقى الوصفه مش هتبقى حراقه. خلاص طيب هجيب كده البوله كده وابتدي ان انا اتبل فيها الفراخ. هحط معلقه ليمون مع معلقه خل، صويا صوص، انا بحب الفاتح مش بحب الغامق، فشوفوا انتوا هتحبوا ايه. بودره الثوم، حبه ملح مش كتير عشان في خل وليمون، فلفل اسود. خلاص نقلب، هحط حبه من السويت اند ساور كده في التتبيله، وحبه من السويت اند تشيلي برضو في التتبيله، وابتدي احط شرايح الفراخ كده كده اهو. يعني انا كل مره بعملها مكعبات اكبر شويه او ان هي تبقى شرايح. انا يعني فكرت اعملها زي الستريبس، هتبان طعمها اكتر وطريقتها لذيذه كده، تعجبكم قوي قوي بجد. الوصفه دي من الوصفات اللي هتتبسطوا منها جدا. بقالي فترة مبطلة لكم الخضار والرز والحاجات دي، يعني قلت تغيير نعمل حاجات جديدة اهو. بصوا بقى، بصوا اللون. تعالوا نقول عملنا ايه هنا تاني. حطينا ايه هنا؟ حطينا ماشي، حطينا ايه؟ حطينا صويا صوص فاتح، ملح وفلفل اسود، بودرة ثوم، سويت اند تشيلي، سويت اند ساور، و ليمون وخل. طيب لو مش هنجيب الاثنين هنجيب السويت اند تشيلي، يعني لو مش هجيبوا السويت اند ساور هو بيبقى اساميهم كده في الازايز في السوبر ماركت، جيبوا السويت اند تشيلي بس، وممكن نحط كاتشب بدل السويت اند ساور واحنا جايين نتبلها. خلاص اهي حلوه كده قوي. طيب ابتدي بقى اعمل ايه؟ هحط هنا النشا، معلقه نشا كده، واكون محضره الزيت، احضره ويبقى دافي، واقلب برضو اهو. كده كده شايفين حطينا هنا ايه؟ النشا. هجيب النشا هنا وابتدي اعمل ايه كده.
طبعا التتبيله دي كل ما تبات كل ما النتيجه تبقى خطيره خطيره احلى بكتير. الزيت يبقى سخن. بصوا بتاخد من 5 دقايق لـ7 دقايق سوا، الزيت يبقى سخن وبعدين ايه نهدي النار اول ما نخلصهم كلهم، يبقى نار متوسطة. بصوا اهي شايفين وشايفيني صح؟ الرفيعين دول بيبقوا لذاذ قوي برضو، انا دايما بعمل لكم الرفيعين دول. النهارده قلت ايه تغيير كده، اعملها قطعه حلوه كده كبيره، قطعه الستريبس اهو كفايه كده بقى. ليه؟ عشان ما تبردش اكتر وعايزاه يبقى مقرمش. بصوا بصوا عامله ازاي نشا. خلاص بصوا التتبيله اهي شايفين، تتبيله حلوه جدا جدا جدا، تتاكل مع رز بسمتي. يعني ممكن رز ابيض، بس هي رز بسمتي احلى. ممكن اكلها مع نودلز، بس برضو الرز البسمتي هتبقى اطعم. خلاص بس كل واحد وايه واختياراته. يعني بص كده ايه الاخبار، يعني فضلها حاجة بسيطة. نطلع ونحط تاني. معانا مشريف. ايه دودو، ازاي حضرتك عامله ايه؟ صباح الفل على الكفته امبارح وعلى الجمال والعيش اللي بالثوم، الله عملته. ايه رايك فيه؟ لا والله العظيم تسلم ايدك يا غاده، مع ان انت عملتيه باستعجال في الاخر. بس خطير خطير دي حقيقه. الناس افتكرت ان العجينه مش مظبوطه، ابدا العجينه مظبوطه، بس انا كنت مستعجله قوي عشان كنا لازم نخلص الحلقه. والله العظيم بس انت غصب الوقت، الوقت بيحكمك وبتبقي عامله كذا حاجه، ربنا يبارك لك بجد. كفايه خدنا المقادير، تسلم ايدك يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. والكفته كانت خطيره، وكل اللي بتعمليه وايه الالوان الصفراء الجميله. شكرا حلوه. الغيره عشان الغيره تبعد عني، ربنا يعميهم. شكرا ليك يا حبيبتي. يا رب ينصرك وينور لك مبالي وينورني انا مبالي ليكي، واللي ما شافش غدا خسران والله العظيم على روحها الحلوه واخلاقها وادبها. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا ليك شكرا ليك. ام شريف امبارح فكرتني بالوصفه، عشان كذا حد بعت لي على صفحات السوشيال ميديا ان انا الوصفه في الاخر العجينه كانت مش مظبوطه ابدا، كانت مظبوطه جدا، بس الحلقه كانت خلاص لازم كنت لازم انهيها، فاضطريت ان انا احط العجينه بسرعه، هي كانت عايزه لسه تتفرد اكتر بالنشابه، وانا وريتكم اوريدي اللي انا كنت عاملاها قبل الهواء. اعملوها بالمقادير هتطلع مظبوطه على فكره وحلوه جدا جدا. والناس اللي ما بتعرفش حتى انها تعجن، هي وصفه سهله جدا، وصفه العيش ننزلها لكم تاني كده، هتتبسطوا منها قوي قوي. دقيق، زبادي، بودره ثوم وثوم مشوي وفص واحد من الثوم الني مع زعتر، تحفه تحفه تحفه، مع ملح وفلفل اسود، قد ايه جميله بجد فعلا يعني. طيب نشيل دي كده اهي، بصوا طالعه بقى عامله ازاي، مقرمشه مقرمشه وجميله قوي 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 اهي. بصوا اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، تشبه شويه شويه ايه بقى لو شاطرين السمك الفيليه بالمنظر ده. طيب نحطه كده عشان ايه، قبل ما نطلع فاصل هحط لكم حبه كمان. كده اهو العيش التوم اهو
خلاص. طيب بصوا هنعمل ده كده تاني، نعمل بقى الايه الدفعه الجديده، عشان عايزه لما اطلع فاصل وارجع نشتغل على طول في الوصفه. وعايزه كمان اعمل لكم كرات البطاطس اللي هناكلها معاها، لذيذه جدا، الولاد الصغننين هيتبسطوا قوي 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 منها. بصوا اهو خلاص، نشيل بقى ده اهي ونطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا لسه بقلي، بس عايزه ايه اشيل الجلوفز كده، شوف ايه اللي استوى من هنا. يعني دي مثلا تمام بقت مستوية. هسيبها ثواني كمان قبل ما دي تخلص. طيب قبل ما تخلص تعالى نشوف مقادير كور البطاطس المقلية عبارة عن ايه. لذيذة جدا جدا، وعلى فكرة ممكن جايبة لها هنا صوص كده معاها حلو قوي. عندنا بطاطس، عندنا دقيق او نشا، على فكرة الاتنين ينفعوا. عندنا ملح خشن وفلفل اسود وزعتر. هنحط كل المقادير مع بعض ونكور ونقلي بس كده خلاص. اهي مقادير البطاطس هتنزل عندكم، سهلة وبسيطة قوي. بطاطس اهو معاها زعتر، فلفل اسود مجروش اهي، ماشي، ملح، ملح خشن عشان تبقى بتقرمش كده من جوه، نشا او دقيق. يعني انا بحب النشا في الحاجات دي صراحه. نلخبطها كده تمام. تمام لا شكرا دينا. لا اتصرفي. طيب بصوا بس خايفه دي ايه الاخبار هنا اهي. انا بس عايزه قبل ما ابتدي في ال عايزه قبل ما ابتدي في البطاطس بس اعمل الصوص بتاع الفراخ. لا لسه شويه. ده انا جايبه زيت للقلي صوص الفراخ. طيب صوص الفراخ بقى عباره عن ايه؟ هحط معلقه زيت بس فيه الفلفل الاحمر والابيض يتشوحوا، ان هو يا دوبك يتبلوا. انا عايزه الخضار يبقى مش مستوي اللي في الفراخ ده خلاص. فهبتدي اول حاجه بالبصل الابيض، هسيبه شويه ماشي، اسيبه شويه بس يا دوبك يلون، يعني يلون كده يبقى شبه الحاجه المشويه شويه. نعمل كده
كده. اهو عايزه اخلص صراحه قبل ما اطلع فصل اكون مخلصه الفراخ لسه شويه. كده نشيل دي وما تخافوش، هي طالما الزيت غزير بتستوي الفراخ اصلا، من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوى. حتى كذا حد كان سألني على الفراخ اللي عملناها بالعظم المقلية، طالما متبلينها كويس قوي قبلها بيوم اللحمة بتبتدي تطرى شوية، الزيت طالما غزير ودافي وسايبينه مثلا من 10 لـ 12 دقيقة، الفراخ اللي بعضهم بتاخد وقت طويل هتستوي ما تقلقوش. عايزين تسلقوها نص سلقة مفيش مشكلة، بس هي بصراحة بتبقى أحلى وهي نية، وهي نية وتحط في الزيت. طيب أهو نطلع فاصل تاني. بصوا الفراخ اهو هنطلع ان شاء الله تكون الفراخ كلها خلصت. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا لسه هي ايه، في فراخ بتتقلي. تعالوا بقى نعمل الصوص اهو. بصل احمر وبصل ابيض، بصوا اللون هو ده اللون اللي انا عايزاه، خلاص هو ده. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط الفلفل هنحط البصل كده، شايفين بقى من احلى الاكلات اللي بحبها دي، وكمان ممكن ما نعملهاش مقليه اللي هي بتبقى المشويه عاديه ونحطها برده بتبقى حلوه قوي. يبقى البصل متقطع كاريه مربعات، الفلفل برده كاريه مربعات، حطينا معلقه زيت، البصل الاخضر، صويا صوص، ونختار الخفيف احلى. معانا مدام روحيه. يا غالة ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا بنتي. الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي. شكرا ليك يا حبيبة قلبي. شكرا ليك على كل اللي بتعمليه يا غالة، بتعملي حاجات جديدة كل يوم، بتفرج عليك حاجات جديدة. ميرسي ميرسي ليكي جدا يا مدام روحية. ابتديتوا الصيام صح؟ نعم. ابتديتوا الصيام ولا لسه؟ اه لا بادئين بقى لنا اسبوعين اهو يا غالة. خلاص بقول لك العيش الشامي يا غاده. الايه؟ العيش الشامي. بيتحط له لبن ولا يعني احنا صايمين وانا شايفاه ان هو بيتحط له لبن. لا ممكن انت تعمليه من غير لبن على فكره، العيش بينفع من غير لبن عادي. يعني عادي يعني؟ حطي بدل اللبن ميه. لا لا، وممكن تحطي كريمر، مش الكريمر متاح؟ حطي معلقه كريمر، معلقه كريمر واحده، ودوبيها في حبه ميه بارده. خلاص حاضر. ماشي ماشي يا حبيبتي. وبنسلم على ام شريف مستمعين صوتها. ومدام نادية اخبارها ايه؟ بقالها فترة بقالها فترة برضه. ربنا يطمنا عليها يا رب. يا رب تبقى بخير يا رب حبيبتي. يا رب يا رب. ماشي كده قوي يا غالي. شكرا ليك يا حبيبتي. طيب الفلفل الالوان اهو، هنعمل ايه بقى؟ لا الصوص ده اصلا مش مهم. هنحط بقى ده السويت اند ساور اهو. الله الله الله. بص بقى، في ناس برضو الوصفة دي بيعملوها كده بالظبط، وبدل بقى الصوصات دي بيقوموا حاطين ايه؟ الباربيكيو برضو هتلاقيه، يعني لو جبتوا زيت الباربيكيو وعملتوها كده هتبقى حلوة برضو. أنا بسهل لكم يعني، بشوف كل واحد على حسب إمكانياته، على حسب المتاح، على حسب اللي يلاقيه. إزازة الباربيكيو تنفع، السويت اند شيري تنفع، والسويت اند ساور تنفع. معانا حنان. ازيك يا حنان؟ يا حنان انا سامعاكي، قوليلي.
طب حاولي تكلمينا تاني. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله، عايزه اكلمك طريقه الايه؟ بصي اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. ايوه طيب، بصي انا مش سامعاكي، ممكن انت سامعاني؟ طيب طيب خلاص. طيب بصوا بقى، دي اهي. ايوه طيب، بصوا بقى كده اهي. طب فين اصلا ال معانا مدام فاطمه؟ ما انا بعملها والله. دينا نزلي اكلات المصايف، انا عملت كذا حاجه، كذا ساندوتش وكذا كذا وصفه للمصايف، وعملنا كفته وفراخ بانيه. حاضر، وهنعمل ناجتس كمان عشان. طيب حاضر، هعمل يوم كده اقول يوم المصايف عشان ما يتوهش وسط المنيوهات. ماشي خلاص كده. بصوا اهو الصوص تقل كده وبقى جميل. هحط بس ايه، هقفل عليه وابتدي احط السويت اند تشيلي. بس واقلب. ونعمل ايه بقى، هنحط الفراخ كده نرصها، نرصها كده بطريقة حلوة. بصوا ولذيذة وطعمه بصوا حلوة ازاي. نقول بقى عملناها ازاي عشان تبقى مقرمشة كده من بره وطرية من جوه. هوريكوا هي اصلا مستوية ازاي. حطينا في التتبيله صويا صوص وسويت اند تشيلي، معلقه ومعلقه بودره ثوم وملح وفلفل اسود، وبعدين حطينا الصويا صوص الفاتح، ليمون وخل، كل ده قلبناهم مع بعض كويس قوي قوي. حطيت معلقه نشا عشان تبقى من جوه كمان حلوه وتمسك نفسها وطريه. وبعد كده التتبيله دي زي ما بقول لو سيبناها كده ليله كامله هتبقى حلوه قوي. بعد كده نحط عليها نشا ونقليها في زيت سخن. بصوا اصلا مستويه ازاي اهي. حلوه قوي 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 قوي. بصوا جميله ازاي. اخلصها بقى، صراحه طعمها حلو قوي. صينية تقيلة. الفلفل بينزل على الفراخ مش العكس. لو هي بقى مشوية بنحط كله على بعضه، بس هي عشان مقلية مش هينفع اعمل كده عشان الكفر بتاع الحاجة اللي اتقلت دي ممكن تقوم ايه متشالة، فبنعملها بالطريقة دي. بصوا بقى الصوص، الله الله يجنن. كده كده هسيب شويه بقى ايه يتاكلوا كده من غير حاجه، هحطهم كده. رز البسمتي اهو. خلاص، عايزه بقى قبل ما اطلع فاصل نعمل، لا لسه مش فاصل، نعمل الكور البطاطس. بس نشيل الحاجات دي. ونجيب الايه بولة. نقول مقاديرها تاني. زعتر، ملح خشن، فلفل اسود مجروش،
نشا بطاطس. هنلخبط المكونات دي كلها على بعض، نلخبطها بطريقه ايه يعني، انا حتى اهو هقول لكم مثلا من غير مقادير، نجيب بطاطسيتين ونحط فيها معلقه زعتر كبيره، معلقه ملح خشن، معلقه فلفل اسود، ممكن نحط بابريكا، نحط النشا لغايه ما العجينه تمسك كده، وممكن بعد ما تمسك شويه نحطها في الثلاجه اهي بصوا، ونكورها كور متوسطه ممكن نحط زعتر، ممكن نحط هنا بقدونس مجفف، بس بالزعتر برضه تبقى حلو. انا فاكره زعتر، عماله اقول لكم زعتر زعتر ومش شامه ريحه الزعتر، هو بقدونس مجفف اهو. نحطه في زيت سخن ليه؟ لان البطاطس اوريدي مستويه، فنحطه في زيت سخن كله على بعضه، مش هتاخد وقت خالص في السوا، وهتطلع بقى هشه هوريكم بتطلع عامله ازاي. مقدمه معاها بقى ايه؟ صوص الفرنش صوص، وممكن نقدم اي حاجه، كاتشب، مايونيز، مسترد، اي حاجه. اللي كان بيسال على وصفات المصايف دي تنفع جدا للمصايف، نعمل ايه؟ قبل ما نسافر المصيف نكون محضرينها ومتبلينها وعاملينها في النشا، نروح نقلي على طول. عايزين تحطوا عليها صوص تمام، مش عايزين ناكلها مع سندوتشات وكاتشب وخلاص. طيب نعمل ده واحده كمان كده. ممكن تزودوا البهارات، تحطوا بودره ثوم، بابريكا، تحطوا كركم. على فكره يعني انا وريت له كل فكره، انتوا ممكن تزودوا بقى اي حاجه عليها، اهم حاجه النشا بس والبطاطس اهي اهي خلاص. طيب طيب احنا كده ممكن نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، تكون البطاطس اتقلت. زي ما بقول احنا بعد لما نعجنها ونكورها ممكن نسيبها في التلاجة كده 10 دقايق وبعد كده نبتدي نقليها. نطلع فاصل ونرجع تاني. شايفين جمالها؟ انا قلت اوريها لكم ازاي هشه كده وجميله. بصوا حلوه جدا 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 جدا. بصوا عامله ازاي. بصوا بقى هي مقرمشه قوي من بره وطريه قوي من جوه. دي برضو تنفع اكلات مصايف اهم. يعني انا حاسه ان انا بقالي اسبوعين عماله اعمل لكم اكلات اصلا خفيفه، عشان احنا داخلين على اسبوع تقيل قوي قوي، اسبوع العيد ده، الذبح واللحمه بكل مكوناتها والكبده والكلاوي والقلب، هنعمل فيه ايه، وهنعمل فخده، وهنعمل كتف، يعني هنعمل حاجات كتير جدا جدا في العيد. فعماله ايه نلعب مع بعض كده، عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي نحضر لوصفات العيد. كل سنه وانتم طيبين. طيب تعالوا قبل ما البطاطس تخلص تعالوا نشوف المشروب اللي هنعمله ايه، بس ممكن نوضب كده الاول عشان نبقى جاهزين. بس ايه يعني، نجيب طبق كده نقدم فيه البطاطس كده. بصوا نحط البقدونس ليه؟ عشان نضطر ناكله، ولازم نغسله كويس ونعمله كده عشان نحطه على البطاطس ونضطر ان احنا ناكله، عشان الناس اللي بتكسل تاكل الخضره دي فايتها كتير قوي على فكره. عارفين الاكل المفيد ده هنبتدي نحس ان احنا هيأثر فينا امتى؟ بعد سن معين. مش عايزه اقول السن عشان ايه، بعد سن معين كده نبتدي نحس انا قصرت في الاكل ده وانا صغيره فعلا، بالذات الخضار والفاكهه. ويعني ممكن نستغنى
مع ان الرز قد ايه مفيد، بس مثلا ممكن الحاجات اللي نستغنى عنها المكرونه في حياتنا. يعني ممكن المكرونه مع ان احنا بنعشق حاجه اسمها المكرونه، بس المكرونه في حياتنا ممكن نستغنى عنها ان هي مش هتاثر لو احنا ما كناش. بس الرز مفيد سواء بسمتي او الرز المصري. الخضار مفيد بكل مكوناته بكل انواعه بكل الوانه. الفاكهه قد ايه مفيده. كل زي دايما بقول كل ما الاكل يبقى ملون كل ما نعرف ان احنا بندخل في جسمنا فوائد غير طبيعيه، وبجد دي بتبقى نعمه كبيره من عند ربنا. فنحاول ان احنا طول ما احنا صغيرين ناكل اكل كتير، نشوف الاكل المفيد ايه، نقعد نلقط كده من كذا حاجه، نحاول ان احنا نقلل من الحاجات. دايما بقول انا بحب احط الحاجات مثلا اللي مش مفيده مع الحاجات المفيده عشان نضطر ناكل الحاجات المفيده. خلاص طيب اهو بصوا، حطيت هنا الصوص الفرنسي او الفرنش صوص، ممكن يليق عليها الباربيكيو، يليق عليها الكاتشب، مستردة ومايونيز، هاني ماسترد، اي طعم صوص انتوا بتحبوه. ناكلها ازاي بقى؟ ممكن نجيب خلة كده ونخلي الولاد ايه يقعدوا كده ايه يغطسوها. عارفين شبه ايه؟ قولوا شبه ايه. شبه ايه؟ شبه لقمة القاضي صح؟ ايوه كده كده. خلاص كده تمام، لسه الباقي ما تقلاش، نحطه كده بالراحة. هنحط بقى بصل اخضر على الطبق الخطير ده اللي كله خضار، فراخ وكل انواع الخضار هنا. وهنحط على الرز بصل اخضر. الطبق ده بقى بيتقدم ازاي لو فرد واحد؟ بنجيب بولة نحط فيها الرز ونقلبها على الطبق ونحط ده كده حوالين البولة ممكن او جنبها، هتبقى جميلة جدا. وعندها جنبها كده كورتين من البطاطس. خلاص طيب كده احنا خلصنا. انا كنت جايبة الملح الخشن اهو، هنعمل كده. خلاص الملح الخشن من الحاجات اللي ما بتحدقش قوي. ليه؟ لان هو اوريدي مش ناعم، مش ما بقاش بودر يعني، فما بيدخلش قوي. والفلفل الاسود برضو المجروش، بس بيدي طعم حلو قوي قوي لل بص حطيت هنا شويه، حلو قوي. خلاص طيب كده احنا ايه خلصنا الوصفات الحادقه بتاعتنا النهارده. تعالوا بقى نعمل المشروب الجميل جدا الصيفي جدا 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 اللي ينفع في المصايف. طيب نعمل كده عشان احنا خلاص فاضل لنا حبه صغننين قوي. عندنا ايه بقى؟ عندنا عصير برتقال. جربت قبل كده ميكس البرتقال مع المانجا؟ ما تهيأليش، انا متاكده ان انتوا ما جربتوش قبل كده ميكس البرتقال مع المانجا. وعندنا شرايح ليمون، شرايح برتقال، ثلج، شربات ورد. خلاص طيب هنعمل ايه بقى الحركات الجميله دي؟ نجيب الكاسات كده ماشي. وهنعمل ايه؟ اول حاجه هحط ده هنا كده. انا جايبه لكم حتى نوعين او شكلين عشان ما تقولوش ما انتي عشان عندك ده. ايش ايش انا عارف. هنحط كده وهنحط كده اهو، كده اهو وكده. خلاص هنحط تلج. هنحط اول حاجه المانجا. وبعدين عصير البرتقال. ايه رايكم؟ شكله جميل. ماشي. هنعمل بقى هنا كده ونحط التلج ونحط برضو عصير المانجا. المانجا اكتر من البرتقال. خلاص في الكاسه دي ايه رايكم؟ شكلها جميل جميل ومبدع فعلا يعني. طيب هنعمل هنا ايه؟ دي كاسه تانيه بقى.
واحدة لأن أصلا مفيش تلج كتير. حطيت شرايح من الليمون مع البرتقال. بس أنا هحط تاني. بصوا عاملة ازاي كده. وبعدين هحط شربات الورد، عصير البرتقال، فهيبقى خفيف من فوق. بصوا خفيف ازاي من فوق وتقيل من تحت. خلاص. الله 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 الله، اهي دي بقى الايه اللي فعلا مشروبات مصايف حلوه جدا. طبعا الليمون انا مقطعه رفيع قوي قوي. ليه؟ عشان انا دايما بحب اقرقش الحاجات دي بعد لما بخلص. يعني انا بحب جدا على فكره اقرقش، عشان كده دايما استخدموا الليمون الاضاليا في الحاجات دي لانه طعمه جميل، وهو بالذات متقطع رفيع جدا اهو. بصوا اخباره ايه جميله. نشيل بس في بطاطس استوت. خلاص. طيب نشيل اللي استوى دول. ونحرك بقى الكاسات الحلوة دي كده. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فراخ بالسويت اند تشيلي والسويت اند ساور. عملنا كمان كور البطاطس الفلافي جدا 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 اللي بالنشا، والبقدونس المجفف ممكن نغيره بزعتر على فكرة. عملنا كمان رز بسمتي قدمناه اهو مع الفراخ. وبصوا انا عاملة ايه هنا عشان اللي حابب يعمل كده. فراخ لوحدها اهي من غير صوص ولا اي حاجه، رز بسمتي والخضار على جنب لو حد حابب ان هو يعمل كده. مش كل الناس بتحب المكسات، مش كل الناس بتحب الحاجات الملخبطه في بعض، فانا هنا عامله لجميع الانواع. عملنا كمان المشروب الحلو قوي الصيفي مانجا، شربات من الورد. وشربات الورد على فكره حلو قوي قوي. فاكرين الشربات ده اللي بنقعد نشربه في الافراح بس؟ كنا نشربه في الافراح بس، اهو هنا نستخدمه في كذا حاجه. شرايح الليمون والبرتقال، مكعبات التلج بتفصل العصاير. مختاره انا البرتقال والمانجا عشان المانجا تقيل فبتنزل لتحت، والبرتقال بيطلع لفوق فهيدينا شكل حلو. بالذات بصوا في الكاسه اللي فوق ده عامل الوان ديجرادي، فبطريقه حلوه جدا وبامكانيات بسيطه عملنا شكل كاسه عصير حلوه قوي. وكده نكون خلصنا وصفات النهارده. يا رب تكون الحلقه كانت خفيفه عليكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.